أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم أنه يشرب ماء زمزم بثلاثة أنفاس، والسؤال: هل هذا سنة؟ وهل الحديث الذي جاء فيه من شرب الماء بثلاثة أنفاس لم تحدثه نفسه بمعصية أو لا تحدثه نفسه بمعصية ما دام في بطنه شيء من هذا الماء؟ أنا لا أعرف هذا الحديث، ولكن السنة في الشرب عموماً ماء زمزم وغيره أنه يشربه في ثلاثة أنفاس، هذا السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى ولا يشربه بنفس واحد يتشبه بالبعير، نهينا عن التشبه بالحيوانات، شرب في نفس واحد تشبه بالبعير. نعم.